چہلوں میں امام حسین 2022 کربلا کی سرزمین، اللہ اکبر۔ تمام پیدل آنے والے زائرین کربلا پہنچ چکے ہیں، بہت ساری دعائیں۔ سامنے امام حسین کا روضہ، بین الحرم میں دنیا کا سب سے بڑا پرچم لایا گیا ہے اور سلام اور پرسا دیا جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول اللہ کو۔ یہ پرچم عراقی آرمی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ حرم میں مولا عباس علمدار کی خاص آرمی ہے جن کی طرف سے یہ پرچم جو ہے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر چہلوں میں امام حسین کے مناظر آپ کے سامنے۔ نواسۂ رسول اللہ کو کرسا دیا جا رہا ہے خصوصی انداز میں، ریڈ اب وائٹ اینڈ بلیک پرچم، عباس آپ کا پرچم بلند رہے صدا۔ سب سے بڑا پرچم لہرایا گیا ہے، بلند کیا گیا ہے ہاتھوں پر مولا عباس علمدار کا پرچم، اور یہ ان کی آرمی ہے۔ حرم مولا عباس کی وہ آرمی جو داعش سے لڑی اور شکست دی طالبان کو، بصوت عباسي يصرخ براسي، بصوت عب
وصرخ براسي نير نادي يا أم البنين نادي يا نادي يا أم البنين ارفع جنود وفايا ارفع جنود وفايا نادي يا أم البنين نادي يا الله الله الشباب اللي تطلعت مرة الشباب اللي تطلعت من اجل سلطه والقهر طلعت كفر ارضها والعرب من النصر والعرب من النصر احنا ولد الشيخ عفيف حدا ولا يصير عفيف احنا ولد الشيخ عفيف حدا ولا يصير عفيف هم واحد هم ملكب هم حمى لفحطا الله الله هم حمى الشباب اللي تطلعت من اجل سلطه الزهر من اجل سلطه الزهر طلعت تحفظ ارضها والعرض من النصر والعرض من النصر احنا ولد شيب عفيف وحيدر لما يصير اب احنا تمام مناظر الفقهاء في سير الامام حسين كربلاء في بيت نعيم جهاز فرد ظهر الامام حسين فرد ظهر الامام حسين الله سمعينا نخوت شبينا الله سمعينا نادي يا أم البنين نادي يا أي طمني قلبك شلحنين وأمن هنا مبرغ طمني قلبك شلحنين وأمن هنا مبرغ فيصلح سيام ظالم لأوى عقرب الصمد ولشمر ما يصل سي أمدينا عباس الولد ولشمر ما يصل سي أمدينا عباس الولد فإلسان ترد عنهم لا شفوف لا عمد لا عمد الساعة ملزومة نقلب الحرمة كم قمر عندنا يطلق الأمة لجنتنا خطج كم قمر عندنا يطلق الأمة لجنتنا خطج سالمي رجل علينا ومنتصر من دعوتج منتصر من دعوتج يعود لعياله وأمة أمواله يعود لعياله نادي يا أم البنين نادي يا نرفع الراية جنود وفاية نرفع الراية جنود وفاية نادي يا أم البنين نادي يا أعلى نادي يا أم البنين هلا هلا هالشباب اللي